السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد وكنتمنى يلقاكم بخير وعلى خير وعواش مبروكه، وباش كتمنوا ان شاء الله يا ربي. ودابا غادي ندير معكم شهيوه ديال الكوكلي محمر بحال الدجاج، جا واعر واعر زوين، وكنتمنى تجربوه ان شاء الله يا ربي. وتابعوا معايا من الاول حتى الاخر، وما تنساوش ابوني. بعد ما حليت الكوكلي دابا غادي نغسلو وغادي نحيدلو داك لاستيك ديالو باش كيتباع. وغندير ثلاثة، كل واحد يدير على قياس جهدو. غندير انا ثلاثة بركة، وغندير ثلاثة منهم، وغادي نحمرهم ويجيو فنين فنين بالدغميرة. غنطيبهم في المرقة، غيجيو زويونين ان شاء الله يا ربي. ودابا غادي نغسلهم ونحيدلهم داك لاستيك، وندوز ندير لهم ديك الترقيدة بالحامض وسكينجبير والملحة، وغادي نرقدهم ساعة ولا ساعتين هكا كيترقدو مزيان ان شاء الله، وعاد ندوز نصبهم. بعد ما شللتهم التشليلة الاولى، دابا غندوز ندير لهم الترقيدة ديال الحامض وسكينجبير والملحة. غادي نخليهم يترقدو تما مزيان 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 حتى يشربو الترقيدة ديالهم، واللحم ديالهم كيبياض بديك الترقيدة. وغندوز نغسلهم مزيان مزيان، وعاد ندوز نصبهم. وكيجي ديك الترقيده كيجيو بها بنان بنان اكثر من القياس، كيجيو فن، كيجيو زويونين. وكا عارف الكوكلي راه كيجي حسن من الدجاج في الماكله، كيجي فتي كله، التصدر ديالو كيجي فتي، كلشي كيجي فتي. من بعد ما غسلته وقطرته، دابا غندوز نصب. دابا غندير شويه ديال المعدنوس والثومه والحامض مرقد، دقيتهم كاملين. وغندير العطريه، غندير شويه ديال القزبر، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، وشويه سكينجبير. وغادي نشرملهم، وغنشرملهم بثلاثه بهم هكايا، ونديرهم في الكوكوط. وغندير معاهم هذا الكبده ديال الدجاج والقوانص ديال الدجاج، خليتهم من الدجاج ماشي ديالهم هما خلاص ما عندهمش هذا. وغندير معاهم داك الكبده وديال الدجاج والقوانص، يتنصبوا نيت معاهم نيشان والعنقه ديال الدجاج. وباش تجيني الدغميره كثيره بزاف، عارفين كلشي كيبغي الدغميره. ودرت لها العطريه هكا، والملحه راه درتها في شرموله، الملحه درت عمال جهت في شرموله. غندير شويه ديال الماء باش ندوز نشرم لهم مزيان وندخل فيهم شرموله. والمعدنوس درت غير شويه ماشي بزاف، غير البنه وصافي. وغادي نشرم لهم هكايا مزيان مزيان. واللي واجد له المعدنوس هذا ما مقردش، يدير غير قبيطه ديال المعدنوس معاهم تعطي البنه بلا ما يدير شرموله. انا عندي معدنوس مقرد، داكشي علاش درت شرموله. وغنشرم لهم هكا مزيان، والحامض راه دقيته مع المعدنوس والثومه، الحامض المرقد. ودابا غنديرهم هكا في الكوكوط، وغادي نكتفهم، غادي نكتفهم هكايا باش يبقاو مكتفين. بعد ما نشرم لهم غادي نكتفهم ونديرهم في الكوكوط ان شاء الله. وندير غير شويه د الماء ماشي بزاف، وندير لهم البصله وخلصوا الدغميره ديالهم، وغادي يطيبوا ان شاء الله ويجيوا زويونين بزاف بزاف. وهاد الكوكلي هذا راه كيجي فتي كله كيجي فتي، التصدير ديالو كيجي فتي بزاف بزاف، وكيجي بنين، يجي كيحمق، والتحمر كيجي محمر وكيجي زوين بزاف. بعد ما نصبتهم هكايا وكتفتهم وقديتهم، دابا غندير الكبده ديال الدجاج. عندي تما ثلاثه ديال الكبدات ديال الدجاج، وعندي ثلاثة ديال القوانص باش تجيني الدغميرة كتيرة بزاف. كلشي كيبغي الدغميرة، كلشي كيحمق على الدغميرة. والعنق ديال الدجاج ندير معاهم حتى هما باش هذا. ومن بعد ما تقلاو ليا، هما تقلاو كتقلاو لي غير في الماء باش يشربوا العطرية، كندير غير الماء. ودابا عاد درت البصلة، وغندير الزيت، وغادي نقليهم شويه وندير لهم شويش ديال الماء، وعاد نسد عليهم. وداك الماء باش درت الدغميره هما فاش تقلاو. وغندير لهم زويته بلديه بشويه بالزيت باش تجي الدغميره مقليه. فاش نحطو غنحطو غير الدغميره وما نحطوش الزيت. من بعد ما طابو حيدتهم، ها هما كيجاو. غنديرهم هنا وغندير لهم شويه الزيت من الفوق،
ومسخنا الفران وغنديرهم في الفران الفوق حتى يتحمروا، ونقلبهم على جهة اخرى حتى يتحمروا من التحت ومن الفوق، كيجيو زويونين بزاف بزاف بزاف. كنتمنى تجربوا هذا الكوكلي، راه واعر واعر هذا الكوكلي، راه البنه ديال الدجاج هي في الكوكلي. من بعد ما ساليتو هو كي جاب التغميره ديالو وجاو محمرين وطايبين وجاو كيحمقوا بزاف بزاف. كنتمنى تجربوه، واللي ما اشتركش في القناه ديالي اشترك، دير ابوني باش يوصلوا الجديد، وكنتمنى تابعوني من الاول حتى الاخر ان شاء الله يا رب.